ياسر حمد بياخد مكان، هيثم العيوني بياخد مكان، والكل في انتظار صافرة محمد الحنفي اللي بيصفر ويلعب لعيوني. حلوة حلوة، لسه الخطورة لمصلحة المصري. هيثم العيوني مع الكرة، هيثم يلعب العرضية وعدت بن فوزي، والهدف الأول للنادي المصري، الهدف الأول للنادي المصري على طول. إسلام لمزين هو اللي يتقدم بالهدف الأول. قلت لك الضربات الثابتة حل للنادي المصري وسهام المصري من ضرباته الثابتة تصيب النادي الإسماعيلي في مباراة اليوم. ودقيقة 38 إسلام لمزين، بص إلياس الجلاصي سقطها جوه المنطقة، عدت من هيثم لعيوني اللي لحقها ولعب بعد كده سايكو كونتي قلش، ولكن إسلام لمزين واقف في المكان المناسب يخطف الهدف الأول. شوف الكرات بتاعة إلياس الجلاصي، عدت من هيثم لعيوني خبطت في باهر، رجع لها على طول هيثم لعيوني، عرضها جوه المنطقة ما شتتهاش. صح سايكو كونتي، كنت إسلام لمزين يتقدم في الديربي. الديربي أقدر.